كتقارب بين كتلة صادقون والسيد كتلة الفراتين التي ينتمي إليها نعم السيد رئيس محمد الوزراء. الشيعة السوداني. نعم هناك نعم هناك لا سيدتي الكريمة، اليوم الصراع داخل الإطار يعني يكون نعم أنا أقول لك أكو صراع، لكن سيكون هناك صراع خفي. يعني اليوم صراع الخفي تعرفين أنت اليوم يعني في حال انفرط عقد الإطار سيكون هناك يعني اليوم سيستغل هذا الموقف السيد سماحة السيد مقتدى الصدر، وستكون الجماهير ناقمة على قوى الإطار، رغم أنه اليوم قوى الإطار لا تريد الاصطدام مع السيد محمد الشيع السوداني، لأنه نوعاً ما أكو رضا نعم. في الشارع الشيعي وقوى طيب حتى سيد الشارع مهند الباقي.